Long kick. Cross. Kick to the body. High kick. اتكلمنا يا جماعه عن المصارعه والجودو والجوجيتسو، اتكلمنا الالعاب دي كلها بتكمل بعضها بشكل عام، وكلها كل واحده ليها قوانينها وليها وضعها، وفي حاجات جميله قوي في كل لعبه. الاكثر انتشارا على مستوى العالم طبعا دلوقتي في الام ام اي، هتلاقي اوضاع الجرابلنج اللي هي المصارعه والجودو والجوجيتسو، سواء في الارض هتلاقي التخصص بيبقى برازيليان جوجيتسو، في الرمي هتلاقي المصارعه والجودو غالبا هو اللي بيبقى مسيطر، في اوضاع القتال اللي هي الدفاع عن النفس اللي هي حتى في الشارع بتستخدم. هنيجي نتكلم دلوقتي عن رياضه الايكيدو. رياضه الايكيدو لما جت اتعملت طلع كان في جودو موجود، وطبعا كان الجوجيتسو الياباني وهكذا. الفاوندر بتاع الايكيدو لما جه عملها ابتدى كان جسمه قليل جدا، كان من عيله قديمه قوي، من عيلات الساموراي القديمه، فابتدى يعمل حاجات كتير قوي، مهارات ازاي ما تعتمدش على قوه البني ادم وازاي تتجنب اذى الايه الاشخاص. فابتدينا نتكلم ان هو ابتدى يدرس الوضع الحياتي من البني ادم ده، ليه مفاصل، ليه حركات كتير جدا، وفي زوايا معينه مالهاش علاقه بالقوه العضليه او بالعنصر السرعه والمهاره. اتكلمنا على مفصل الريست مثلا، اتكلمنا ان انت ممكن تكنترول البني ادم من صوابعه مثلا، الصوابع دي حاجات ضعيفه جدا، مفيش حاجه اسمها عضلات في صوابعك انت مش عارف تتنيها. المفصل ده ليه اتجاه، يعني انا ممكن لو هو مسك ايدي امسك ايدي كده، دي واحده ليه ماشي الايد كده ورا قدام ممكن هو يبقى قوي، لكن يمين شمال حاول تثبت ايدي مفيش خالص. الموضوع قوه، الموضوع مهاره. اوكي الحاجه الثانيه لو مسك بالايد الثانيه اوكي شيل ايدي اوكي، ممكن اخرج ايدي مهما كان ماسك الشخص بقوه، صباعي يتجه في الحته الضعيفه جدا مهما كانت قوه الشخص. لو مسك بايديا الاثنين ببتدي اعمل حاجه ثانيه وهكذا. فالايكيدو طبعا معتمد على سواء بالرمي بالقفل على مفصل او بحركه كسر. جميل. فطبعا بيفرق قوي في مهارات الدفاع عن النفس، سواء هيضرب بطعنه او هيضرب لكمه، زي هيضرب لكمه مثلا بيطلع اللكمه، لازم نفهم ان في مدى اللكمه بيطلع. لو هو هيطلع تاني ممكن اخرج بره مجال اللكمه، ابتدي اعمل حاجات كتير قوي، سواء بالرمي بالشكل ده، سواء بكسر حاجات الكسر كلها، سواء ان انا اخش في المفصل البني ادم ابقى كنترول بيتحرك معايا زي ما انا عاوز اوكي، خبط لما يكون في حاجه اوكي، سواء انا احرك لقدام لورا، ده كله ليه علاقه بميكانيزم الانسان ان في اخلات معينه مش هيقدر يتحرك اكتر منها. الايكيدو بشكل عام ابتدى ينتشر بشكل عام في مصر بطريقه كويسه جدا، ابتدى الاتحاد المصري يشتغل عليها كويس جدا، فهي لعبه جميله جدا تتناسب جميع الاعمار وجميع الفئات، وطبعا بخصوصا الناس اللي ما عندهمش قوه عضليه وهم ضعاف بشكل عام. بس فده نبذه بسيطه عن الايكيدو. كده اتكلمنا على الالعاب اللي هي كلها التلاحميه. You will not win.